بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة، ما زلنا في الفضائل العظيمة، ترديد الأذان وما يقال في الأذان. روى الإمام الطبراني، الحافظ الطبراني، في المعجم الكبير من حديث ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وخالة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المحبودات ذوات الشأن. وطبعا كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن شأن عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، الرسول بيقول لميمونة، فميمونة بتحدث بتقول، قال: يا معشر النساء، إذا سمعتن أذان هذا الحبشي اللي هو سيدنا بلال رضي عنه وإقامته، فقلن مثل ما يقول، فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة، يعني ألف ألف درجة في الجنة، يعني مليون درجة. والدرجات زي ما قلت لكم كده، الدرجات هي عبارة عن القصور والغرف، والغرف درجات والغرف. فقال عمر: هذا للنساء، يعني فما للرجال؟ قال له: ضعفان يا عمر. طب الرسول بيوصي النساء ليه؟ لأن المرأة في البيت ممكن ما تهتمش بالأذان، الراجل في البيت في الجامع بيبقى سامع. طب ايه الدليل بقى على حديث على صحة هذا الحديث؟ هقول لحضرتك أدلة كثيرة. أولاً الحديث اللي أنا قلته قبل كده، إن اللي بيقول لما بيسمع المؤذن في الأذان ويسمع المؤذن في الإقامة، فبيقول: مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالصلاة وأهلا، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. نفس الكلام. طب ده ترديد الأذان في مشقة أكتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن بتردد الأذان، يبقى لازم يكون الثواب أعظم. يبقى إذا ده يصحح الحديث، لأن ده من طريق وده من طريق تاني خالص، ده من طريق تاني. ثالثا، ان سيدنا عثمان بن عفان كان دايما يقول الجمله دي: مرحبا بالصلاه واهلا، مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالصلاه واهلا، لما كان بيرد الاذان بالحديث من طريق تاني. اللي بعد كده، الدليل بعد كده، الثواب العظيم من ترديد الاذان نفسه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، صحابي سال قال: يا رسول الله، المؤذنون يفضلوننا، يعني احسن مننا؟ لما شاف الثواب العظيم من الاذان قال له: قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى. الحديث صحيح، سل تعطى، يعني اسال ربنا سبحانه وتعالى يديك اجر مؤذن، يديك اجر مؤذن. طب ايه هو اجر مؤذن؟ بياخد ثواب كل المصلين في الجامع معاه، اذا كانوا 10 ولا 100 ولا 1000. وده بيوريكم الثواب العظيم لمؤذني الحرمين. لذلك سل تعطى. لذلك انا بفترض ان انا سامع الاذان في الحرم، في الحرمين، سواء كان من الراديو او بفترض، وبطلب من ربنا مش بس الاذان، فبقول يا رب اديني اذان الحي، المساجد اللي في حي واللي انا واقف فيه، اللي انا فيه امام، واديني زي ثواب المؤذنين الحرم، وربنا يدي على قد ما تطلب، على قد ما يدي، يعني الدعاء ما يخسرش. لان زي ما سال تعطى بترديد اذان، طب ما نسال ربنا يدينا اذان المؤذنين في الحرم، فربما هذا يكسر من حسناته. صار الشاهد هنا ان مش بس كده، انت المؤذن بيشهد له كل الخلائق يوم القيامة، من حتى الأبنية، الجمادات والحيوانات والطيور في السماء تشهد لك، بتردد الأذان معاك وبتاخد حسنات ترددها. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، يعني أطول، يعني أشرفهم أعظمهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أعناقا، يعني أسرعهم دخولا للجنة. ده مش كده وبس، ده حديث عظيم تاني لا قيل عن الحسن، حديث صحيح. ده برضه الإمام الطبراني: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ولا يدود قبره. يعني الرسول قال المؤذن المحتسب اللي ما بياخدش أجر، أو بياخد أجر بسيط لأنه محتاج، كالشهيد المتشحط في دمه، يعني منزل شهيد، ولا يدود قبره، يعني يفضل جسمه، يظل جسده باقيا إلى يوم القيامة، كالأنبياء وكالشهداء وكحفظ حملة القرآن وأولياء الله الصالحين. فإذا طبعا، يعني انا اتكلمت باستفاضه عن فضل الاذان، اللي بقول لحضرتك دي مجرد نبذه بسيطه. يعني سيدنا عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود كانوا يقولان: لان اعمل بالاذان يعني احب الي من ان احج او اعتمر او جاهد في سبيل الله، او يكفيني، يعني لو انني اعمل بالاذان ما هممت ان احج او اعتمر او جاهد في سبيل الله. طبعا اصول النوافل كفايه عليا ثواب الاذان. فيبقى ده يورينا، وصح كل الحاجات اللي بقولها دي تصح معنى الحديث، وتورينا الفضل العظيم لترديد الاذان خاصه بالنسبه للنساء. ف بكل حرف ألف ألف درجه.
ألف ألف درجة في الجنة. وده الإقامة كمان، يعني كتير من الناس بيأذن مع المؤذن لكن ما بياخدش باله من الإقامة، لا الإقامة كمان، لما تسمع الإقامة سواء كنت رجل أو امرأة، يعني المؤذن المقيم المؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قل مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالصلاة وأهلا، وردد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي ردد ردد في الإقامة كمان، لأنك هتخسر لو ما رددتش، هتخسر كل حرف ألف 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 درجة في الجنة، هتخسر في حسنات كتير. هتخسر إيه لو أنت رديت؟ يعني إيه اللي هتخسره لو أنت رديت؟ أنت هتكسب حسنات، ثواب عظيم وحسنات كتير. يبقى ما نكتفيش بقى بالأذان بس، ده الأذان والإقامة. فالمرأة في البيت تخلي بالها من الأذان وتخلي بالها من الإقامة، وتحتسب هذا الأجر العظيم، من عمل عمل يحتسب أجره عند الله فهو حسبة عند الله. فأوعى تسمعي المؤذن سواء في الأذان أو في الإقامة وما ترددش الأذان، وتقولي ايضا مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالصلاة واهلا، للثواب العظيم اللي احنا قلناه برضو اللي هو الف الف حسنة ومحو الف الف سيئة ورفع الف الف درجة. فانا هكتب لكم الحديث دوت في الوصف بتاع الفيديو، ونسخوا هذا الكلام وتشوفوا شهادة علمي في الثواب العظيم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.